أهلا بكم من جديد. قررت الإدارة القانونية بمجلس الأمة استدعاء الموظف الملقب بعباس الشعبي للمثول أمامها يوم الأحد القادم للتحقيق معه في الشكوى المرفوعة ضده من قبل عدد من النواب وأمين عام حرس مجلس الأمة ومدير إدارة الإعلام تتعلق بارتكابه بعض التصرفات التي تخل بالنظام داخل قاعة ومبنى مجلس الأمة. يذكر أن مكتب مجلس الأمة قد اتخذ قرارا مؤخرا يقضي بعدم السماح لعباس الشعبي دخول مبنى مجلس الأمة بعد تصرفات وكلمات قالها في إحدى جلسات المجلس.